يعني ما بتخلص. ها؟ لا ما بتخلص. يا نبيع. يا نبيع بابا. كندا والثلوج هاي كلها بتتجمع بتروح على وين؟ على الأنهار. مش لهالدرجة مرة واحدة بخلص كل الثلج. لا بابا كثير بتلتزم. مية كندا كبيرة جدا. معظم الأنهار بتصب في هذا اللون. شوف. صوت الماء هذا. خرير الماء. كم بالشهر اليوم؟ محمد كم بالشهر اليوم؟ يوم 27 يوم 27 9/9/2020 يوم سبت. هذا براء قاعد بصور شلالات نياجارا. رحلة في شلالات نياجارا مع الأولاد والأهل. طبعا هاي الجانب الاخر امريكا. الجانب الاخر امريكا. يلا هاي الطيارة فوق تحلق. ما شاء الله منظر مهيب. سبحان الله هذا خلق الله. سبحان الله. هذه عظمة الشلالات. سبحان الله هذه خلق أحد خلق الله. هذا كلب معزوز. هنا حبة القصة. هذه الماء ملايين السنين على هذه الأمواج. هذا قوس قزح. تعال اقرأ وذاب المياه صار عزلال ما عرف الشمس. الجانب الآخر أمريكا. هذه التيار الماء قوي ثم ينزل. هذا قوس قزح. تعانق مع القنطرة التي في الجانب الآخر. سبحان الله.
هذا نهر النياجارا مع الماء يجوز بالنصف الليل. هذا قارب تحت طبعا الناس يقدم عليه ناس. هذا ابو قاسم جاي يشوف سيرات نياجارا بعد حلم طويل.